هذا البرنامج برعاية السلام عليكم. بتل الباب. نستناش. كيف الحال؟ شنو امورك؟ شو اخبارك؟ شنو هالصحة؟ هالصحة. شنو امورك باهية؟ حمادي شنو امورك؟ والله بخير الحمد لله. هالصحة محمد. شنو امورك انت؟ شنو اخبارك تمام؟ شنو جوك تمام؟ شنو اخبارك؟ شنو امورك؟ شنو حال اهلك واخوتك؟ طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله بارك الله فيك. شنو الامور تمام؟ والله الا تمام. كيف صيرت الحل بتل من برا؟ والله شنو امورك؟ والله بخير الصحة تمام؟ شنو اخبارك باهية؟ والله تمام الحمد لله. شنو امورك؟ بنقمز معك في السيارة عادي؟ تفضل مرحبتين بك. ندرس شوية. والله تفضل مرحبتين بك. الله يبارك فيك. هاي يا سيدي. استاذنا. شنو الامور حمادي؟ والله بخير الحمد لله. هالصحة تمام؟ والله تمام. شنو اخبارك؟ شنو امورك انت كويسة؟ الحمد لله. شنو اخبار الشيابين؟ شنو اخبار هلا؟ لا ما في صدمة ان شاء الله، لا ما في صدمة ان شاء الله. شنو امورك انت؟ والله تمام. هالصحة تمام؟ والله تمام. شنو اخبارك باهية؟ الحمد لله بخير. شنو اخبار الشغل انا ماشي كويس؟ والله ان شاء الله باهي الحمد لله ماشي امور. باهي. احكي لي على الشغل انا شنو تدير؟ من نوتك من الصبح اللي جيتك للمحطة؟ من الصبح جي ندرس، توكل على ربي ندرس زي توا. وجي قصدي هذا المكان زي توا نستنوا في زبونه متى يجي نخدموا. الاغلبيه هنا يا قصدي فودر بي الاغلبيه نخدموا على جانب الحق. هذا هم اللي نسترزقوا منهم لجانب اللي هم العماله هذول. لا العماله مش اللي بين وصاروا في شويه ليبيين في حتى هو، لكن الاغلبيه نسترزقوا على جانب. باهي الاجانب عاده وين يمشوا؟ مسافات بعيده ولا داخل وادي الربيع؟ والله انا يعني ما نقدرش، هي تو تاكسي تشوفها وما عنديش استطاعه اني نخش بها الداخل. ما تقدرش تمشي بها الداخل؟ ما نقدرش لان السياره تشوفها قصدي بالهون وما نقدرش نتحرك بها هلبه. وصعب التحرك نتاعها. يخاف منها تعطل بيك في الطريق مرات. خايف نمشي ندور بدل ما ندور وواحد نوقف هنا هيك زي تو ندرس نقعد ندرس زي تو قصدي بدل مشوار بدل ما نمشي نبدا ندور وناخذ سياره ناخذ زبون. توقف بيا في الطريق نقول نقعد ندرس هنايا ناخذ زبوني نحطه ونولي هنايا ترجع للمحطه ونرجع هنايا. بعد ما نرجع هنايا نقعد زي توا مرات تشد ومرات لا يعني في الغالب كم تقعد الوقت؟ يعني زي ما تقول مثلا جيت انا الساعه 8 الصبح مثلا. والله نقعد انا لان احنا طبعا عندي الوالد مريض داير عمليه جايته ذبحه قلبيه. لا بس عليه بس عليه به. وكانت السياره طبعا عند الوالد اللي قبل ما تشتغل عليه انت كان الوالد يشتغل عليه. كان الوالد يشتغل عليه من مرض الوالد واستلمت انت الشغل. ايوه طبعا قبل ما الوالد كان يسوقها هي وهو كنا نخدم انا واخوي انا الكبير ربي وعندي اخوي اصغر مني نتعاون مع بعضنا
موزعين شغل بينكم؟ كيف موزعين؟ انت مثلا فترة الصبح وعشية ولا كيف؟ لا قبل ما الوالد يمرض كنا انا واخوي تمام نخدموا زي ما تقول غدية حد عنده حاجات رزينة نقيموا فيها ندخلوا فيها الغدية مية ستكات نقيموا فيهم واحد زي تو الوالد حاجات تعب وواحد جات الذبحة القلبية يا ماش عندناش منديرو ماش قدرتوا تشتغلوا على ماش قدرنا فالهذا ما عندناش حل إلا الوالد قصدي معروفين يعني الوالد والوالدة زي ما تقول بر الوالدين يقولوا فيهم مظبوط صحيح وعندي حشاك كي خاش جمعية واحد جمعية أنت اللي خاش بجمعية؟ أنا وأخوي مكون وروحنا هيك كشباب كم جمعية كم قيمتها؟ والله قيمتها جمعية تدور حوالي 18,000 باه مكون وباها روحنا ودو زي هذه ولما تطلع جمعية أنتم ناويين أنكم تقسموها أنت وأخوك كل واحد ياخذ نص ولا والله كيف تدير بينها مشروع مثلا؟ بنتوكل بها عندي هيك استوديو صغير قبل نبي نتمها فلهذا كيف نرد الوالد رفعناه للمصحة تمام كلمنا صاحب الجمعية وقلنا له نبغوا جمعية عندي الوالد راه جات ذبحة قلبية وما فيهاش كيف جمعية بالقرعة طبعا هي تطلع تطلع هي بالقرعة احنا زي ما تقول ما قبل الأخيرين وكلمنا صاحب الجمعية الله يرحم والديه حتى هو بارك الله فيه بارك الله فيه قصدي أعطانا الجمعية ورفعنا الوالد مشينا عينا ذبحة قلبية وأنت تعرف زي ما تقول جلطة تمام الوالد ماش عنده ذيك القدرة وذيك الخدمة واحد فهمت أنا أخوي قلنا له بناخذ احنا السيارة هذه التاكسي تعبة وبمشوا بها وبعدين زي ما تقول بنخلصوا الجمعية أخذناها قبل ما الجمعية عالج بها الوالد عالج بها عالجنا بها الوالد الجمعية. بالكامل بالكامل الحمد لله يا ربي دعمات هي دار عملية دعمات باهي ما شاء الله الحمد لله عالجناه واحد ومشت الامور الحمد لله تو قاعد زي ما تقول انا تبي علاجها وتبي وقتها صح زي تو شنو الجمعية تبي تسديد هذه هي تمام اخذنا السيارة وقلنا لها قصدي الوالد مهما كان ما عادش يقدر يتعب اكثر منك مظبوط قلنا لها قصدي انت خليك هنايا وانا اخوي نبدأ في الخدمة تمام انت ماش ليك علاقة بشيء مهما كان بوك ضروري بتريح ياسر عاد تكبرك ووكلك وكل شيء مهما كان بتريح مهما كان بتريح حياك الله نعم هذا هو تمام تو شو مدايرين زي تو النوضة هنا الصبح شد هنا زي ما تقول من خدمة جي هنايا فترة الصباحية انا اخوي كان زي ما تقول الوالد مش تاعب وواحد وقصدي يقدر يوفر غادي نخلي فيه مرات نبدل لبعض انا اخوي واحد يقعد في الوالد وواحد يقعد في السياره يا اما هو يجيني يا اما انا نمشي قصدي الحوش ما نقدرش نخليه براحه مزبوط عندي الوالد وحتى مهما كان الوالد يعني حتى بعد العمليه مازال يعالج هو اخر مازال عنده علاج بعد العمليه مازال عنده علاج ادويه وما نقدرش نخليه براحه صح فلهذا هيك قررنا ان انا واخوي زي ما تقول خدنا السياره متكلفوا بها احنا والمصروف للحوش لينا احنا باه حميده انت تخدم ولا ما تخدمش في الدوله ما عندكش عمل في الدوله لا لا تو لا واخوك ما عندهش عمل في الدوله الوالد شنو العمل بتاعه خاطي السياره السياره بس السياره انت تشوفها الحوش ايجار ولا ملك اللي ساكنين فيه انت والوالد ملك الله الحمد لله باه الحمد لله الوادي اللي ساعدتنا وانت تشوف فيه الوضع قصدي تو احنا زي ما تقول الشباب كلها كيف تمشي بتبي تخدم تبي قصدي تبي تكون راحه الشباب ما عندهاش كيف تمشي لي مصنع جمعية كم قيمتها كم تدفع في السهم بتاعها جمعية شو اسمه 18 لا السهم اللي تدفع فيه كم باش انت تاخذ 18,000 كم تدفع كم تدفع شهري ولا كل شهرين لا كل شهر كل شهر كم تدفع كل شهر ندفع في 1,000 جنيه تو ملزمين كم تدفع كل شهر 1,000 جنيه كل شهر تو نخدم الحق من الصبح لليل ما نروحش لين نكون مصروف الحوش وتغطي معاك تقدر تجيبي 1,000 جنيه في شهرك والله بالسيف نحاول زي ما تشوفها انت الوضع كيف يا استاذ مراجع مش مراجع خالد استاذ خالد مراجع هذه في مكان اخر انا خالد استاذ خالد انا انت
تشوف فيه الوضع كيف، ومعش قصدي مشوا بالتاكسي هادي لين ربك يحن وربك يفرج. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بايو توا شنو وضع الوالد؟ طمنا عليه شنو وضع توا حاليا؟ والله إن شاء الله بعد العملية والعلاج. إن شاء الله باي الحمد لله. أنت تعرف أنت يطلع برا من الحوش مثلا، يطلع يبرمك وكذا، ولا مازال قاعد جوا في الحوش في الفراش يعني؟ يمشي شوي شوي، مش ما عندهاش هذيك الضغوطات للبنك زي ما تقول، مشوار بعيد ومشي حتى رجلين، لا في الجنان في الحوش. وأنت تشوفها كيف الوضع. الوالدة حية؟ الحمد لله. الوالدة حتى هي ضروري تساعد الوالدة وتساعد الوالد. كم عندك أخ يا حميد أنت؟ إحنا والله أربع أولاد. أربع أولاد ذكور؟ ذكور كلكم؟ كلكم ذكور؟ وزوز بني ويت صغيرات. صف الثالث ولا رابع. وأنا أخوي، أنا الولد الكبير وأخوي الصغير والباقي أصغر مني. وأنا أخوي هو تحملنا المسؤولية الحوش. ما قدرنا قصدي نشوفوا فونا واحد نقنطوا على روحنا كشباب. مهما كان بوك وامك هذا ضروري بتسعدهم، قصدي لا بتحرجهم لا بديرون المشاكل لا بتخليهم يخمموا عليك ولا شيء، يخمموا عليك ولا شيء. أساس إن هذا المشروع اللي عندكم بس ما فيش أي مشروع عندكم طلع منا في قرش إلا السيارة حاليا ما عندناش إلا هذا. قلت لي عندي حوش والله شنو حاجة كذا تكملها؟ عندي استوديو صغير جمعية هذه قبل نبي نتمها بها مشي هون الوالد تعب واحد أعطاته الوالد أولى مني أنا. تم الحوش تم هيك واقف على الحوش واقف زي ما هو. شنو بنيتوا فيه؟ شنو المراحل اللي صرتوا فيها؟ والله درت تمليك هذه حدي بس هذا هي الياسة مليك بس مزالي بزواق ومزالي بزواق مزالي بزواق انت بروحك تعرف المعيشة وتعرف الظروف زي اللازم يبي ولا يبي لسه وهم مشوا بها شوي شوي. مش متزوج انت؟ والله يعطي لي بنت الناس كلمة الحق لي ثلاثة سنين. والله ثلاثة سنين معطي كلمة في اعطي كلمة في بنت الناس باهي ومشوا وزي ما تشوف كيف لك ثلاث سنوات؟ ثلاثة سنوات هي معي. بعد ترجع فيكم؟ بسيف بنية الناس. أنا بروحي الحق متحشم، بروحي الحق متحشم ومشوا بها تو باش نخدموا بالسيارة هذه. يعني أنت تو باش تخدم بالسيارة تاكل وتشربوا منها وتجيب منها علاج الوالد. أيوه. وتحاول أنك أنت تسدد منها الجمعية. تحاول نسدد منها الجمعية وتحاول أنك أنت تبي تكمل الحوش متاعك. باش تسكن وتتزوج. هذا هو ويدير حوش مزبوط. هذه السيارة هيك زي تو مدايرينها دبت بو شوي شوي بين الجمعية وبين يوميتكم كم يا حميد؟ كم نجيبه في اليوم تقريبا اكيد؟ والله ما نبيش نكذب عليك تقريبا انت بروح بتعرف المتوسط نتاع قصدي مرات تروح بكري مرات جيت بجنيه زوج جنيه هنا القلبية خطوط زي تو لانك السيارة تقدرش تمشي تمشي بها وانت تعرف طريقنا يعني 15 20 يوم 20 جنيه في اليوم هكي 15 جنيه 20 جنيه في اليوم هكي الجو هذا 20 حق مشي 10 الحوش 10 ندسوا فيها مرات الجمعيه الوالد عنده مرتب مشي شوي شوي لا ما عندهاش مرتب ما عندهاش هذه هي الحق كانت قصدي شاد المصروف الحوش مصروفها كلها طاح الوالد ما عاش فيها كيف خذنا احنا كان كملت دراستك حميد انت؟ انا كملتها واخوك كملها؟ كمل اخوي لا والله شو الشهاده اللي عندك؟ اخوي من يطلع في الوالد ما شكلها انا عندي شهاده حاسوب متوسط احد متوسط؟ احد متوسط وكذا مره نرفع لشركات نرفع لمصانع قصدي كانت عندي في الحاسوب ما شاء الله علي مش شكراني بروحي الحمد لله لكن انت بروح تشوف وضع البلاد تجي تمشي انت ليش شاب ليش ما درتش الراي هذا انت مثلا لما تسلم لخوك السياره مثلا مش قلت احنا متناوب على السياره مزبوط تمشي لعملك لاخر شو السبب؟ ما نقدرش لان الوالد توا مريض تعب قاعد قصدي ما يقدرش يعني قصدي انت شخصيا تقدر ترد على العمل الاخر العمل الاول بتاع العتاله هذا تشيله كذا تقدر ترد عليه ولا ما؟ والله انا ما نقدرش تقدرش انا من عمل واحد حتى انا كنت داير عمليه انت داير عمليه؟ عملية دواء اللي فاتها بعدها عاش قدرت نقيم من جوا وهذه كيف عندي الشهادة نمشي لي كذا جهات يقولوا لي خلي رقمك هات ملفك وفوتوا فينا
الشباب ما عادش عرفنا شنو نديرو. لا تو ترجع يا تو يا نستنى في اتصالك يا حد يكلمني عارف في خدمة عارف في حاجة وهذي. حميد في إمكانية ناخذ برمك؟ عادي تفضل تفضل ربنا يخليك ولا يهمك برمك ولا يهمك عايز توكل على الله. توكل على الله. يلا اي سلام اخذوا بريمك توريني وادي الربيع وتوريني. تفضل. علي مرحبا بك والله فاجأتنا انت بالمفاجاه. الله يسلمك. الله يسلمك. عندك رخصه قياده؟ نعم رخصه بتاع قياده عندي ان شاء الله. ما شاء الله السيارة تعبت قاعدة. والشيء اللي تطلع انت من السيارة برضو تبي تدفع عليها زيت وبنزينة وقصة. ايوه السيارة تبي الحوش يبي وجمعية تبي. انا حتى الحوش اللي كنت مفكر فيه اني انا كنت نبني معاش قدرت اني انا مفكر في الحوش. سيبت الحوش معاش قدرت السيارة انا الحوش اللي كنت نبي على اساس بنستقر ونتوكل على الله كمل نص ديني معاش قدر نكتب السيارة واحدة. انسابتك انسابتك ما اكلموكش مثلا وزروا عليك قالوا لك تعال خذ. لا والله قالك بسرعة دير غاية والله يكلموا فيك مصير بالم يعني. لا ما في ظروف حتى. لا بارك الله فيك. بارك الله فيك ونعم ان شاء الله في ميزان حسنات ان شاء الله يعني مقدرين الفرح. يا مقدرين الحمد لله. الصغار يقرأ ولا؟ الصغار يقرأ الصغار. المدرسة قريبة ولا بعيد من الحوش؟ يقرأ فيها؟ لا هي مسافة. ها؟ مسافة. يمشي على كراهم ولا سيارة؟ هي مسافة لكن يمشي على كراهم مثل ما تقول سيارة واحدة مخلينها لخدمة بس. يتحملوا واحدة واحدة وما عادش نجم نديرو. فعلا السيارة ماهيش سيارة مشاوير طويلة ولا؟ بروح ما نقدرش نخدم منها. هي تاكسي مفروض تمشي بها مشوير وتخدم عليها وتدور وتشوف. لكن لها كم سنة عندك في السيارة؟ لا بل 3-4 سنين. الجوال شريع الوالد؟ لا شريع الوالد شريع الجوال. أنا مش عارف كم خذها سعرها كم. أنت تعرف السوق مرة يركب مرة وديما فراق سوق واحد مرة يركب مرة ينزل. حتى طريق سعد البخت طبعا. ها؟ طريق زايد الطريق. طبعا في الليل ما فيش حركة ما تقدرش تمشي بالليل. لا أنا الحق نروح مع 11 10 ل 11 ما عنديش كيف إن مدبية قصدي إني نروح وواحد لكن ما نقدرش القرش نحصل لأن عندي جمعية عندي آخر سهم كم سددت الجمعية؟ آخر سهم سددت الشهر اللي فات وحتى متاع الجمعية الحق معاون معنا ما صرش عليكم ما ضايقكم الجمعية ما يضايقش فينا يقول إن باهي وكيف ما فيش عادي. كم تدفعوا له شهري كم تدفع له؟ 1000 1000 جنيه 1000 اخر مره دفعت 1000 امتى؟ شهر كم؟ تونا احنا في شهر 2 شهر اللي فات لا اللي قبله تو ماشي في الشهر اللي فات هو باش شهر 12 يعني. اه لعند كم وصلت تو شهر 12؟ كم دفعتوا له يعني؟ دفعنا قاعدين ما دفعناش زي ما تقول الشهر اللي فات لا اللي قبله دفعناه والشهر هو الشهر مش هو اللي فات. قصدي كم دفعتوا له بالكامل يعني المبلغ اللي دفعتوه يعني انتوا قضيتوا 18 كم دفع عند كم وصلتوا توا باش مازال كم يبي منكم؟ يبي من انا وصلتوا النص مثلا 8000 6000 7000 دافعين دافعين لجو 5 6 جو 5
مزال هي جميلة. مزال المدى مزال 13 رجال. آه. شوفها كيف احنا توا كي زي ما تقول انا شاب ومندويش على نفسي انا قصدي حتى على الشباب الثاني ما فيش لا خدمه لا شيء كيف تمشي تدور في خدم كلها كان عندك واسطه باهي ما عندكش واسطه ولا ما محصل خدمه ضروري بالواسطه يعني. ضروري بالواسطه خدم الشباب الشباب وبتمشي معاش عرفه قصدي كل ما نخدم ندور وواحد ما نحصلوش نرجع المكان اللي المفاجأة متاعك هك نصدمنا هك الله يسلمك يا دمك لحظة بس تمام هذا من زمان هذا اكيد هذا هيك من زمان سيارة ميدة تو انت اكيد عرفت يعني عرفت اني علاش درست معاك وعليش سالنا على ظروفك الاجتماعيه وحكيت لنا على ظروف الوالد وعلى كذا انت فعلا رجل تاع حلال تخدم الحلال وبر بوالديك يعني كيف ما انت تنازلت على الجمعية اللي كانت هي أملك بيش انت تدير بيها حوش تزوج بيها عطيتها لوالدك بيش عدى دار بيها عملية وعالج بيها الله سبحانه وتعالى كافأك عرفت ولا لا وما نساكش مش حينسى حد الله سبحانه وتعالى ففي حاجة نقدمها لك توا إن شاء الله إن شاء الله تقعد كيف ما نعرفك أنا وتخدم على حالك عرفت شفت السيارة هذه؟ شفت السيارة هذه؟ هذه لك إن شاء الله. هذه لك إن شاء الله. بارك الله فيك. والدين ووالديك. والديك. والدين ووالديك. مفتاحها. هو داخل مفتاحها. خذ سيارتك. واختم بيها على حالك. بارك الله فيك. الله بارك في سيدنا محمد. هذه سيارتك محمد. ايش كيف هذا كاميرات تنحلش بالبتل راح تعرف تسوقها ولا نعرف هذه سيارتك توكل على الله واخدم على حالك وهذه طبعا حاجه من عند الله سبحانه وتعالى ما يجمل عليك حد بها ايوه بركه في سيدنا محمد سمحنا لا ما عندناش فيها جميل الله يرحم والديك انت شاب كويس ولاد حلال تستاهل كل الخير يا حميده انت ولاد حلال ما تبكيش فيه مفاجأة ثانية إن شاء الله زي ما بريت بوالدك وتنزلت على جمعيتك وكذا الحوش اللي أنت توا مسيبة على أساس أنه يبي تم هذا متكفلين به بالكامل حيتم إن شاء الله بالكامل حوش بالكامل تأخذه من باب المحرم إن شاء الله يرحم والديكم وبارك الله حيزوق وحيدير للياسة عرفت ولا لا وركبوا له الزليز بتاعه وركبوا له إنارته وتستلم حوش بالكامل من البدايه للنهايه الله يرحم والديك ويرحم خالد بارك الله فيك ما عندناش فيها جميل ما عندناش فيها جميل لا ما عندناش فيها جميل توكل على الله ما عندناش فيها جميل بارك الله فيكم وفضل ربي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وما يجمل عليك حدره ايوه بارك في سيدنا محمد هاي سيدي السلام ورحمه الله وبركاته اهلا كيف حالك شنو امورك الله ينسك الصحه تمام الله ينسك شنو امورك تمام كيف حالك الحمد لله رب العالمين شنو اخبارك هذا اخوي استاذ خالد ها هذا اخوي هذا من هو هذا اخوي عبد الوارد هذا عبد الوارد ايش اخبارك عبد الوارد شنو امورك تمام صح صح شنو امورك تمام جاي تستلم في التوكه الثانيه انت بتاع السياره هاي التوكه الثانيه ان شاء الله هذه المفاجاه توكل على الله من هذه لهذه ان شاء الله ايوه ان شاء الله الف مبروك بارك الله فيك والدي الله يرحم والديك والدينا والديك ان شاء الله هاي سيارتك توكل على الله هاي يا سيدي سلم
انتوا رجاله انتوا رجاله، ان شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالده واخوتكم ان شاء الله، واهتموا بوالدكم عرفت، وانتوا ظنا حلال يعني فعلا انتوا ظنا حلال. آه ايوه هذه الحياة، وديما طيبين إن شاء الله يا رب. وألف مبروك سيارتكم، واخذوا على حالكم عرفت ولا لا. تو عاد خلوكم أنا محطين، واحد يقعد على الخط القريب واحد يقعد على المدى الطويل. أيوه وردوا بالكم من بعضكم. ربي يبارك الله فيكم إن شاء الله. أيوه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأنتم غنى حلال. ألف مبروك إن شاء الله. إحنا بالحلال كل شيء بالحلال. لا الحمد لله رب العالمين، توكلوا على الله. هاي هذه سيارتكم توكلوا على الله. حيس ياخذ مع حالك. هاي سي هاي السلام عليكم. شكرا حميد. السلام. سلمونا على الوالد. قولوا له ألف لباس. هاي سي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام.